وينك؟ ويني؟ هذا السؤال يليق بي تماما. رح تكتب لها ويني؟ وش اخبارك؟ يا مغرب على ديارك. الله يسلم علي بعينك. ان كان دخلك بدينا كل اللي بينك وبينك زعل. مره بسلام. اقول لك وينك؟ ما الك عنوان. يصدق ولا احلف لك؟ جزت بالتامي وصلنا. نعيم البر في وصلك. وانت كريم من اصلك. امشي بشوق. احكي بشوق. واسكت بشوق. تاي مخاير رسمك. تماثل مع الشعر وتكامل مع النثر، فأثر الأدب بأشعاره وكتاباته. على سهول تهامة صنع الفارق، وفي أودية السرات أجاد الفرق، حتى أصبح علامة فارقة في تاريخ عسير. إنه الأديب والشاعر المخضرم أحمد مطاعن، أحد أبرز الأدباء والشعراء في السعودية وتحديداً المنطقة الجنوبية. عام 1336 للهجرة ولد في أبها ودرس فيها، فتفتحت عيناه على جمالها وتنفس من عبق بهائها. تخرج من معهد المعلمين ومن معهد الإدارة المتوسطة ليتنقل بعدها في مسارات عملية عديدة. عمل في الشرطة برتبة مفوض أول بعد تخرجه من دورة عسكرية والتي تعادل رتبة ملازم في هذا الوقت، وانتقل بعد ذلك للعمل في وزارة الصحة لينتهي به المطاف رئيسا لبلدية أبها. ولا يمكن تناول سيرة ابن رجال ألمع وأديبها الكبير دون الالتفات إلى دوره في تأسيس النشاط الرياضي في منطقة عسير عام 1369 للهجرة، وتدرجه من لاعب كرة قدم إلى رئيس لنادي الفاروق. وخلال حياته المديدة دون الشعر وعنون الأدب حتى بات أحد رواد الحركة الأدبية في منطقة عسير، كما أصبح نائبا لرئيس نادي أبها الأدبي وهو من الأعضاء المؤسسين له. أسهم الأديب مطاعن في فتح مكتبة كبيرة في بيته تجمع جميع إصدارات الأدباء في منطقة عسير وعدد من الوثائق حول تاريخ المنطقة ثقافيا واجتماعيا، وجعلها في متناول الجميع ليبقى حاضرا في الذاكرة إرثا للمعرفة وتراثا للشعر والأدب. أصدر عدة دواوين منها دورة الأيام وملحمة المجد وأصحاب الشمس، كما أصدر العديد من الكتب مثل رجال ألمع، الأرض والإنسان والتاريخ، وقطرات من عرق الماضي، وعقود من الابتسامة والعطاء، كما أن له العديد من المقالات والكتابات الصحفية. وكتكريم واحتفاء لمسيرته الحافلة اختاره مجلس إدارات الأندية الأدبية السعودية الشخصية الثقافية لعام 2017. أحمد مطاعن اسم ساطع في سماء أبها، اجتماعيا وثقافيا ورياضيا، ونجم مشع في الأدب السعودي. وتبقى سيرته أمام الأجيال أنموذجا للعصامية ومثالا للكفاءة ونتاجا للطموح. الأديب القدير الأستاذ أحمد بن إبراهيم بن مطاعن، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييك ويحيي زملائك، وشرفتوني الحقيقة في هذه الزيارة. احنا اللي تشرفنا بلقائك اليوم أبو محمد، ونوجه لك أول أسئلتنا، وينك؟ والله في شرف استقبالكم لنا. الشرف طال عمرك. نستعيد معك ذكريات ونستعيد ذكريات يمكن تجاوزت القرن، ما شاء الله الله يمد في عمرك. الإنسان خلق ليعطي. حياتي يعني كأحد من البشر، من أبناء أبها، من أبناء رجال الماء. رحلتي مع الحياة طويلة. ما أظن في منطقة من مناطق المملكة إلا زرتها، وهذا الذي أضفى إلي أشياء كثيرة
علمتني مسيرة الرجال، الصدق، الحزم، الحذر في وقت الحذر، الرجولة، اكتساب المعلومة النافعة من أصحاب التجربة وأصحاب الأدب والتاريخ من أمثالكم. حنا اللي نتعلم منك أبو محمد. سألتني أنت لك قصيدة تقول إحنا لأن نبي نستعيد معك اليوم الذكريات، وهذه ذكريات يعني تجاوزت 100 عام ما شاء الله من تاريخ الولادة في عام 38 هجري. فلك قصيدة تقول سألتني رفيقة الدرب. إيه؟ فعلا سألتني وكنت في رحلة جوية، وربما من باب الاستطلاع أو التطفل أو النبش الماضي. أي. فهذا السؤال ترك في نفسي أثر، فأثارني بالقصيدة وعنوان وجعلت عنوانها سألتني. أي. نسمعها؟ اللي باقي من الذاكرة اسمع فيها. أي. سألتني رفيقة الدرب هل لا زالت الذكريات في القلب حية؟ سألتني عن خافقي كيف أضحى وطيوفي أما تزال فتية؟ سألتني عن بندقي وحزامي ثم خصت جنبية النافعية؟ سألتني عن شاعر يتحدى وفتاة غزيرة الشاعرية؟ سألتني وكم سؤال قديم سألتني وأرجفت شفتي، قلت مهلا أذاك منك امتحان أم تثيرين ذكريات الشجية؟ ربع قرن من الصبا في حياتي كيف ينسى وكيف أنسى البقية؟ الله. وحياتي كما علمت سجال بين صبر وبسمة وأسية، وجيف الفؤاد في كل منحى في حياتي أقصوصة واقعية. لست أرضى بعيشة الذل مهما كان مر العناء، تلو البنية أو قناتي تلين للحيف دوما وعن السحت إن نفسي أبية. كيف بالسحت والمدى التي أبني شأن ابني وزوجتي والبنية؟ ولنا في السماء رب كريم ليس يخفى عليه منا خفية. الله صح لسانك وأطال الله في عمرك. أبو محمد، كم جيل عاصرت من أبنائك أو يعني من أسرتك؟ والله يمكن 5 أجيال أو 6 أجيال. أي. جيل جدي عاصرته، وجيل الوالد، وجيلي، وجيل أولادي، وجيل أحفادي، والحمد لله الآن أشوف أولاد أحفادي. ما شاء الله، الله يخليهم لك. وإياك. عندك 10 من الأبناء ما شاء الله. عندي 10. أي. نعم. عام كم ولدت أبو محمد؟ عام 1380. 38. 38 عفوا. نعم. هجري. نعم هجري. هم سجلينه في التابعية 45. 45 هذول تجملوا فيه علشان يردوني شباب. لعلي أفكر في شيء ثاني. العمر كله لسه شباب يا أبو محمد. روح حية، روح يعني جميلة ما شاء الله، ولازلت حاضر في عطائك سواء في مناسباتك الاجتماعية، ومنزلك ما شاء الله مفتوح وتستقبل ضيوفك رغم يعني ما شاء الله العمر الآن 104 سنوات. والله هذا الإنسان عندما يبحث عن الشرف يستقبل الناس الطيبين من أمثالكم ويسعد بلقائهم في بيته، لأن الحياة هي الاجتماع، لا يستطيع أحد أبدا أن يعيش لمفرده أو لنفسه، لأن هذا مجتمع جيل بعد جيل بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. ترفض إغلاق باب بيتك دائما، تخليه مفتوح؟ والله أنا قلبي مفتوح أكبر من بابي، ولهذا أحب الناس الطيبين الذي نفخر بهم من أمثالكم. الله يجزاك خير ويحفظك. عم أحمد، حدثني عم أحمد عن طفولتك، وين كانت، وعن جدك وعن والدك وعن حياتك في طفولتك والعمل اللي يعني ما شاء الله
تحملت مسؤولية وأنت لازلت طفل صغير. والله جدي كان رجل أسفار وصاحب حركة تجارية بين أبها وعدن، وكانوا يستوردون البضائع من عدن وهي أقصى منطقة، وكان جدي رحمة الله عليه ويبغي من يسمع إن شاء الله رجل يحب الحركة والتجارة ويحب الاستثمار في أي شيء يخرج عن الحرام. من هذا المنطلق نشأت في ظل جدي وأبوي على هذا المستوى، وتعلمنا منهم وتعلمنا من الرجال الذي عرفناهم من أقارب الأجداد ومن أصدقائهم ومن أحبتهم، لأنهم أصحاب تجربة حياة، حياة ليست حياة لفظية، يعني عهد حياة عملية. تذكر السفرات اللي كنت تعمل فيها بين أبها وجيزان؟ كانت خطيرة يعني، أبها وجيزان، القنفذة، القحمة، أي منطقة. كلمة لا هذه غير واردة في حياة الشاب، ولا كلمة ما أعرف هذه يجب أن يكون على مستوى المسؤولية. عمل جمال، جمال ايه؟ قبل وصول الآلة إلى منطقة عسير، فكان الجمال والحمير والمشي على الرجل، ولهذا أنا قلت فيها كلام، كم مشينا مع الحياة رجالا وامتطينا إذا سعدنا المطية أو حمارا نراه شيئا عظيما، وعند من يملك الحمار مزية بعبر رمضاء ألهب الصيف فيها جلدة الأرض في كيان لظية وجبال حنيبة ووهاد ورواب بها المنى والمنية. وأنا اليوم أمتطي مثل طير من حديد يجوب كل البرية، سابحا كالعقاب فوق السحاب، مسرعا كالرياح روحا وجيه، وبه الزاد والكتاب وماء وهواء مكيف وصبيه المضيفة الطائرة. الله الله. أبو محمد، شاهدت الملك عبد العزيز الله يرحمه؟ أنا شاهدته في المناسبات العادية، أو عندما يعني ما كان أظن فيه ذاك التلفزيون على المستوى في الوقت الحاضر. الملك عبد العزيز إذا ما شاهدنا بعيوننا فكان كنا نشاهده بقلوبنا، لأن هذا الرجل عظيم، هذا الرجل اللي جعله الله فتح في نظري، وإذا كان بعصر ذهبي في العالم فهو عصر الملك عبد العزيز ثم من جاء من بعده. أنت شاهدت في مكة يمكن لما كان يطوف؟ أنا كنا نروح مكة ونتفرج من باب السلام ايه؟ علشان نشوف يطوفه، وكان رجل عملاق ولهيبة، كانت شخصية مهابة، هيبة الاحترام والتقدير، ليست هيبة صلبة أو سلطة، هيبة سلطة يعني قده ملك المملكة، لكن هيبة الاحترام، كان رجل مهاب. ومما نسمع من الإذاعات ذاك الأيام في العالم كلها أن كان الشخصية العربية النادرة في ذلك العصر. جميل. عم أحمد، الدراسة، درست في الكتاتيب في البداية، وبعدين درست في المدرسة السعودية وهي أول مدرسة رسمية كانت في أبها عام 1355 هجري. أول مدرسة إن كان أهلية ما قبل 55 هجري. تقصد الكتاتيب؟ الكتاتيب، لكن المدرسة السعودية فتحت عام 1355، وكان من أذكر من المدرسين عبد المالك الطرابلسي، موسى بن ناصر بن فرج، ومحمد أنور، هذول تعاقبوا يعني على الدراسة، وكانوا في نظري أنا أنهم في ذلك الوقت نجحوا ونجحوا.
وأنت درست فيها حتى كم؟ إلى أن فتحت أول مدرسة سعودية في عام 1355، وانتقلنا من المدارس الأهلية إلى المدارس الرسمية. ومتى تخرجت من المدرسة الرسمية؟ والله أخذت في السنة الخامسة. أي السنة الخامسة، لكن معلوماتي في ذلك المدرسة، أنا أذكر عندي شهادة من المدرس، من المدرسين الأوائل، يذكر فيها أن المقررات في ذيك السنين من ناحية الاستيعاب أقوى من الوقت الحاضر. الشباب اليوم وفر لهم كل وسائل العلم والراحة، لكن مع الأسف أن جزء من هذه الوسائل تذهب في بعض الأمور المسلية. الأديب أحمد مطاعن، نكمل حوارنا أبو محمد ونتحدث بعد نهاية مشوارك الدراسي أو الشهادة اللي حصلت عليها، اتجهت للعسكرية. كان عندك رغبة العمل في الشرطة؟ الحقيقة أن الروح العسكرية لها دافع خاص ولها نكهة خاصة، وباعتبار المنطقة كلها بأكملها تعتبر منطقة من حملة سلاح، لا تجد بيت إلا فيه سلاح. من هذا الروح الإنسان يحب أن يفتخر بالأشياء الدفاعية، الأشياء المشرفة والمجملة، حتى في المناسبات يلبس ما أغلى ما عنده من الأسلحة. في الوقت الماضي، اليوم اللي أصبح السلاح للزينة. نحمد الله في هذا الأمن وهذا الرخاء وهذا الاستقرار، وش عاد نبابه؟ هو مفيد للحذر، للدفاع عن النفس عند الضرورة، لكن طالما ما هو فيه ما هو أفضل وهو الأمن، الذي لا أظن أن في العالم بلد تملك الأمن مثل ما هو في المملكة العربية السعودية. عاد أنت شاهد عصر على الأمن قبل التوحيد وبعد التوحيد، كيف كانت الظروف؟ لا، كان الوضع قبلي. أي قبل الملك عبد العزيز، قيض الله هذا الرجل وجابه، وحد المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ليست منطقة سهلة أو صغيرة، تصور وين حدودها، انظر إلى الشرق وانظر إلى الغرب، وتجد المملكة العربية السعودية فيها عبارة عن وردة خضراء أو وردة حمراء جميلة بنهضتها وبطموحها وبنشاطها الاجتماعي والحضاري والاقتصادي. فأنت كنت حاب أن تذهب للشرطة لأنه عندك هذه الروح، روح نعم. روح عسكرية. وش كنا نشوف العسكر لما يخرجون يتدربون بأسلحتهم وبرجولتهم بحماستهم، كنا نقلدهم ونطمح أن نكون مثلهم. ورحت للشرطة؟ رحت للشرطة كموظف وأخذت شهادة تدريب عسكري، واشتركت في تدريب عسكري دفاع مع الدفاع ومع الشرطة، تدربت الحمد لله. دفاع وين؟ وعندي شفي أبها. أي وعندي شهادات موجودة الحمد لله. أي التدريب هذا ما هو للشر. أي أنت دبت لنجران؟ أنا رحت لنجران أيام أزمة اليمن، كان في خلاف قبلي أظن أو حاجات من هذا النوع، وكنا نروح علشان نخدم الجانب الصحي مجال عملنا، لأن الحالات الأزمات هذه ما تخلو من الإصابات ومن الأشياء هذه، فكنا نسافر إلى نجران ونقعد بالشهر وشهرين من أجل خدمة المرفق الصحي. كان راتبك أول راتب أخذته 180؟ 180 ريال. 180 ريال. لكن 180 يعني في الوقت بقيمتها الشرائية، قيمتها الشرائية أغلى بكثير مما هي. إلى أي رتبة وصلت في العسكرية؟ والله ما أخذت رتبة ضابط، بعدين تركت العسكرية والجانب الشرطة وانتقلت إلى وزارة الصحة.
واشتغلت في الجانب في الطب الوقائي حوالي 11 سنة أو 12 سنة. وكان لي يعني حبي للأسفار، كنا نحب أن نسافر إلى كل منطقة علشان نؤسس مراكز طب وقائي. طب وقائي في الملاريا وفي البلهارسة وفي الأشياء اللي كانت موجودة، ولكن أنا نشعر بالسعادة أن الواحد راح وأسس مركز. طبعا هو ما أسسه من جيبه، أسسه من دعم الدولة. الدولة كانت أحرص ما يكون على مسألتين، العلم والصحة، ومع ذلك فهي كلها مكملة. في هذه الفترة أبو محمد أنت كنت مدير مستشفى أبها، يعني وصلت في عملك الصحي إلى مدير مستشفى أبها، وكنت شاهد على ضرب الطيران، طيران عبد الناصر على مستشفى أبها، وكنت موجود في ذيك الفترة، وحتى يمكن لما زار الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه أنت كنت حاضر. حدثني عن هذا الحدث المهم. هو شوف هذا العملية، عملية مصر في ضرب أبها وضرب المناطق، أنا في نظري إن كانت وسيلة لجر المملكة الحرب على مصر، ولكن المملكة تضع مصر في المكان الغالي والعالي، ولهذا المملكة تريد أن تجرح في كتفها وفي يدها، ولا يجرح الشعب المصري أو أي شعب من دول العالم العربي والمسلم. لهذا المحافظة على هذا الأشياء ما تجي إلا من داخلك، يكون قلبك يحب أهلك وبلدك وجماعتك ودولك من خلال الرابطة الدينية والأخلاقية. الأمير سلطان الله يرحمه زار الموقع وأنت كنت معاه في صورة تجمعكم، حدثني عن إيش قال، إيش حكى، إيش تذكر من تفاصيل؟ الأمير سلطان رجل زي البلسم، إذا جاء على الجرح يدمي عالجه، رجل خلوق، رجل فعال، رجل قادر، رجل حكيم. يعني أنا أقول الكلام هذا ما أقوله مدح، لكني أقوله عن مقابلات شخصية ومعرفة بهذا الرجل العظيم. سلطان أنا أعتبره من الأفذاذ السعوديين كما هم موجودين في الوقت الحاضر. رجل كريم، رجل معطاء، رجل لا يعرف للبخل الطريق. يعني مهما أقول عن سلطان بن عبد العزيز فأنا ما أستطيع أن أوفي حقه. بكل تأكيد. تذكر في موقف صار في هذه اللحظة؟ أنا شفت الأثر في وجهه عندما زار المستشفى وشاف ما أصاب من المستشفى، كان وجهه يعبر أكثر من لسانه. رجل يحس أن الجرح الذي أصاب المنطقة إنه أصابه هو في داخله في قلبه. سلطان رجل أنا أعتبره رجل نادر في عصره. الله يرحمه ويطيل في عمرك يا أبو محمد. انتقلت يمكن للرياض، عملت في الدمام، في القطيف، في وزارة الصحة، وأنت في هذا تحدثني عن هذه المرحلة. والله أنت تعرف كان النقل من بلد إلى بلد في يعني مشقة، يعني يتغرب عن بلده وعن كذا. لكن كان عندي طموح، أنا استحقيت الترفيه فرفعوني على القطيف. ما قلت القطيف إنها موبوية، ذاك الأيام كانت موبوبة بالملاريا. ما قلت لا، رحت جلست في القطيف، ومن القطيف على الدمام، ومن الدمام انتقلت إلى الرياض، وهكذا إلى أن وصلت رئيس بلدي سابا. لكني أشعر بالفخر والاعتزاز أنا أكون أسهمت ولو ببعض
ما يكون من حق هذا البلد علينا. ما قصرت يا محمد. أنهيت يعني تجربتك العملية في ترأسك لبلدية أبها، يعني تحدثني عن هذه المرحلة الأخيرة في حياتكم، المرحلة العملية. شوف أنا ما أعتب أن العمل الواحد إذا ترك الوظيفة أنه ترك العمل، لكن ما يترك مسؤوليته الوطنية. أن يجب أن يكون مواطن صادق وصالح، هذا إذا كان يبغى أن يكون عند الله قبل كل شيء في محل الرضا. الدنيا كلها مليئة بالأطماع، وحب الذات وحب الجاه، لكن لا عاش من يعيش نفسه بس، عش لك ولغيرك. أحسن الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. العمل في بلدية أبها يمكن وهذا يعني يجعل الإنسان دائما قريب من يعني المكان اللي يقدر يعني يحصل فيه على مزايا. وأنت يعني عم أحمد سمعتك ونزاهتك يتحدث فيها الكثيرين هذا الجانب. شوف الإنسان الذي يرى أن الوظيفة وسيلة لمطامع الحياة هذا ضايع. أما إذا كان الإنسان يعتبر الوظيفة أولا أمانة حملها الله إليها، أن يكون وفي مع نفسه ومع غيره، وبعدها فالله كفيل بأن يحفظك ويحفظ عليك ويحفظ لك. كنت ترفض الهدايا وترفض أي مزايا؟ من فضل الله، يمكن من فضل الله ما أعلم أن دخل حلالي قيمة ريال، لا هدية ولا يعني في خطأ أو زلل، نحمد الله ونشكره. أن تملك فقط هذا البيت، أنا يكفيني طال عمرك أني عشت، وأتمنى أني أقابل الله وهو راض علي، بس ما عاد أبغى في الدنيا شيء غيره. الله يطول في عمرك. رضى الله نبغى رضى الله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الذي يرضى الإنسان. لكن يمكن لو أحد آخر، المنصب يغري أحيانا. هذا يغري ضعيف النفس وقليل الإيمان، لكن إذا اعتمدت على الله إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، الإغرام موجود، لأن الدنيا كلها طمع. لو مع الواحد ملا وادي ذهب تمنى الثاني فضة، لكن عندما يقابل الله ويسأل عنها منين جابها وفيما أنفقها. أنت لديك الآن فقط راتبك التقاعدي اللي هو 4000 بس، 4000 وشوية، ونحمد الله كافيتك أه؟ وكافيتك وكافي بزيادة، لأن البركة حاصلة من الله سبحانه وتعالى. أنا شوف ما أعرف، نحمد الله أني مديت يدي لشخص أستجديه، إذا مديتها للسميع العليم، وهو الذي والله أني أعرف أن مر يعني مثل غير من الحياة، إنها ما تمر علي شدة أو أزمة إلا وربك أسرع من كل شيء للفرج. وهذه نعم، وش تبغى غيره؟ ما دمت تعتمد على الكريم الأكرم، تعتمد على الناس ولا على نفسك؟ وش تكون؟ وش تكون البشر؟ لا يمكن تصاب إلا بما قد قدر الله عليك، ويجب أن تتسلح بالصبر، لأن الصبر هو سلاح المؤمن. في مرة رفضت هدية وصلتك للبيت، بعض الهدايا وصلت للأسرة وللأبناء،
وزعلت وغضبت و... والله يمكن ورميتها في الخارج والله يمكن, والله والله يمكن لكني أنساها ايه؟ هذه الأشياء أنساها الأول في الأول ايه؟ لأني ما أعمل إذا أعاني الله سبحانه على عمل الصالح فلاني أعمل إلا الوجه الله ولا الدنيا. جدي كان أغنى من في أبها وأعرف إني في فترة من الفترات إني أمسيت ما أملك عشاء حق العشاء إني ما أملك لظروف يعني عائلية ويعني ظروف عادية. لكن لما تنظر إلى الكريم الأكرم تعرف إن وراك من يعطي ولا يبخل وهو أرحم الراحمين. إيش تعلمت من يعني بعد هذه التجربة الطويلة أبو محمد من مدرسة الحياة؟ إيش علمتك الحياة؟ الصبر والإيمان، تكون صابر على قضاء الله وقدره والإيمان بما حكم به الله سبحانه وتعالى وما تواجهك من مصائب الدنيا أو خيرها، لأن الخير والشر موجود في الدنيا. إذا لم تواجهها بإيمان صادق وقلب صابر ما تقدر تنجح. لكن اعتمد على من؟ على الكريم الأكرم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله أعطانا كل شيء. إذن إن الله مع الصابرين. فتصور إنسان مع الله مع بسبب صبره إذا كان الله معه، هل في أجمل من كده؟ كن بالله ولا تبالي. الله. نسمع أبيات من الذاكرة، تحفظ شيء من الذاكرة؟ والله والله فيه في الذاكرة إيه؟ لكنها بدأت في من الذاكرة يعني من القصائد اللي أنا يعني قلتها في أول شبابي وحبي للجانب هذا. قالت تركت التغني، قلت اعفيني. وقالت الحب، قلت الحب يشفيني. أتسأليني وفي صدري منابته، أسقيه من مهجتي طهرا ويسقيني. وأنت أدرى بأيام التي سلفت بين التغني وبين العشق والليني، فكم ليال اندهت أحلامنا عانة وكم على الدرب كان الشوك يذمين. أطوى الشجون عن العدال في لي كبدي، والوجد والجد دفق من شراييني. الله الله يطيل بعمرك أبو محمد. اسمح لي أسألك عن زواجك من أم محمد، وهذا الزواج الذي استمر 65 عاما. والله الزواج كانوا الآباء يحرصون على زواجنا ونحن شباب خوف الانحراف، تفهم نزعة الشباب مع الشيطان، فلهذا يحرصون أن يزوجونا ونحن لسه شباب لسببين: أولا النزاهة والابتعاد عن الشر، اثنين المحافظة على النطفة أن تبقى طاهر. قصة حبكم مع أم محمد، وهل كتبت فيها؟ ما كتبت فيها، وودي إني كتبت فيها. أم محمد رحمة الله عليها ويبقى من يسمع إن شاء الله، كانت امرأة عظيمة. خرجت من والدي وأنا لا أملك ريال، وخرجت من بيت والدها وهي اترتها من أغنى أهلبها، ومع هذا قبلت الحياة معي على العروس، ومشينا الطريق هذه وأنجبت منها 10 كلهم صالحين نحمد الله ونشكره الحمد لله. فالزوجة الصالحة ما أعتقد أن في الدنيا ما يعدل قيمتها المادية والمعنية. المرأة الصالحة هي الثروة إذا عانتك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. خسارة المرأة الصالحة ترى خسارة كبيرة. تشعر بفقدها اليوم؟ كيف لا؟ أنا تزوجت بعدها، وتزوجت
وهو رحمة الله من فضل الله عليه أني وفقت في كل زواجاتي. لكن يبقى الحب الأول هو الرأس للحبيب الأول، لأنها عاشرتني في الشدة والرخاء وصبرت معي وتحملت وأنجبت لي أولاد صالحين من فضل الله سبحانه وتعالى. كيف أنساها؟ هذا نكران أو عقوق. الموفي المرأة مهما كانت ففيها نقطة ضعف، لكن وين عقلك إذا لم تعالج هذه الأمور بحكمة؟ ما هو كلما حدث حدث طرت مع الأحداث. الصبر، إن الله مع الصابرين. وإذا رزقت بالزوجة الصالحة فأنت تملك الدنيا بما فيها. تذكر حياة المجتمع والحالة الاجتماعية والحياة الاجتماعية بين النساء والرجال؟ كانت المرأة هي تساعد الأيمن للرجل. يوم كانت الدنيا شديدة، الإنسان يتجوز المرأة فأول ما تشد عض الرجالة وتواكبه في الطريق اللي عاش فيه خير أو شر، إلا إذا خرج عن الطريق صواب، فهذا هو الخاسر. ما هي الخاسر؟ هي لا تخسر شيء، لكن الخاسر الذي يفقد القيمة الغالية للمرأة الصالحة. وين المرأة الصالحة؟ كلمة الصالحة في القرآن من أجمل الكلام، الإصلاح ذات بين وكل شيء فيه. الصلاح هو أساس كل شيء يا أخي. فكانت يعني بجانب الرجل، كانت شوف المرأة والرجل إيه؟ تحس إنها ساعدك الأيمن. وكثير من بعض النساء تخرج من بيت غنى إلى بيت الزوجية والحال ميسور، ومع هذا تصبر وتنجب وتحاول أن تكون مثل يقتدى مع بنات جيلها. وهذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. المرأة الصالحة ما يعدلها شيء أبدا في القيمة في الحياة الدنيا أبدا. لكن أين الرجل الذي يقدر هذا وهم قلة؟ إلا من هدى الله. أبو محمد، أبسألك عن يعني أدوارك. أنت لك أدوار أخرى أيضا، ساهمت في تأسيس الرياضة في عسير، ساهمت في تأسيس النادي الأدبي. لو تحدثني عن 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 هذين الأمرين يعني. والله شوف، أنا أحب خدمة الوطن، أحب الرياضة. ولما تأسس النادي الأدبي عملت ما استطعت أن أقوم بدوري كامل بعيد عن المظاهر والسمعة وقولت فلان ولا ذهب، لأني ما جيت أعمل علشان يمدحني فلان ويمدح فلان. جيت على أني أقدم العمل الصالح اللي يرضي الله. صح. تشرب موية؟ صح. نجيب لك موية؟ لا لا لا. إيه؟ أنت قلنا هذا في المجال الأدبي. مجال الرياضي البلد عندنا، الشباب عندنا ترى شبابنا صلب. وش أسستوا أول نادي؟ أول نادي نادي أبها. عام كم هالكلام؟ 69 هجرية. إيه؟ نادي أبها، ثم نادي عسير، ثم نادي الأهلي. إيه؟ يعني تقلبت الأسماء، تغيرت. إيه؟ إذن صار للحين الوديعة. كانت لها أسماء غير أول. الوديعة. إيه؟ كأي أسماء نحن كنا نقلد أسماء الأندية في المغربية. إيه؟ نادي الأهلي والاتحاد وال. إيه؟ نقلد بس الأسماء. كان عندنا نادي الاتحاد ونادي الأهلي. إيه؟ والنادي الأهلي والاتحاد في جدة كان من أعلام الرياض. وصرت كنتوا تقلدونه؟ كنا نقلد الأسماء تبركا بهم. إيه؟ أو تقليدا لهم. وبعدين؟
وبعدين صار الحين غيرتوا الاسماء. غيروا الاسماء سموا نادي الاهلي صاروا نادي الفاروق الحين عمر بن الخطاب ونادي الصديق ابو بكر الصديق سميت باسماء تاريخيه اسلاميه الحين بس دمجت بعدين هذا البعض والبعض منهم لا يزال يتمسك بهذه المسميات والمسميات ما هي إلا أشياء شكلية المهم العمل الصالح الذي تقدمه مثل الرياضة ما هي الرياضة تبغى كنا ندفع اشتراك في الشهر ريال في الشهر للنادي تصور وكان أكثر من يدعمنا الأمير عبد الله الفيصل ذيك الأيام نكتب له ويجينا من مساعدات ويجينا من ملابس ويجينا من كل شيء لكن ليست كلها هذه التي تهم تهم إن الرياضة مغروسة هنا لعبت في نادي في نادي أبها كيف وش لعبت لا لعبت قدام كان يقولوا له هذيك الأيام قلب هجوم يقولوا له سنتر هذا في الأول لأن كان في سرعة أنا كنت سريع في الجري يعني لعبت و... لا قعدت فترة لعب بعدين صرت نائب رئيس نادي الفاروق ذيك الأيام بعدين رئيس للنادي يعني تدرجت في الرياضة وفي الأدب نحمد الله ونشكره لكن ليس بطموح المغرور أو طموح الغرور قال لا بطموح المواطن الذي يريد أن يكون موجود في الساحة جميل مشوارك الأدبي كان لك دواوين ومؤلفات شعرية والله كان أول ديوان هذا هو إيه اللي هو دورة الأيام دورة الأيام ثم أصحاب الشمس ثم صاحب الشمس إيه لا أسرها أصحاب الشمس هو يقال عنك صاحب الشمس لا لا هو أصحاب الشمس يعني لكن بعضهم أسماك يعني بصاحب الشمس يعني وافقها غلط في الطبع ولا هو أصحاب الشمس يعني يمشي مع النور لا تروح مع الظلام وقطرات من عرق الماضي وإلى آخره يعني من هذا الكلام وهذا آخر الديوان حق أقرب قصائدك التكريم هذا كتاب تكريمك في 2017 بالشخصية نعم العام نعم الأدبية كان يعني لك هذا التكريم؟ والله إذا إنسان يريد يكرمك ترد التكريم ما يرد التكريم إلا الليل فإذا كرمنا قلنا مشكورين كثر خيره وقاموا حفل ومساكين وطبع الكتاب علشان هذا الكتاب لكن لأنه طال عمرك التكريم حاجة معنوية عند الرجل الواقعي بعد هذا المشوار الطويل أبو محمد الله يطول في عمرك وش تحب تذكر عنك الأجيال القادمة تذكر عنك الناس تذكر عن أحمد مطاعن والله شوف أولا أبغى أنا قبل كل شيء ذكر الله سبحانه وتعالى وأبغى أني ما أريد أن إنسان يذكرني بأني أسأت له يوم من الأيام هذا اليوم أبغى أن ما في واحد يذكرني بأني قد أسأت إليه في يوم من الأيام أو في عمل من الأعمال هل ندمت على شيء في حياتك؟ أبداً أندم عليه أندم إذا أخطيت وارتكبت معصية هنا الندم يوم لا ينفع الندم عندما تتجرى على الله سبحانه وتعالى في ليلة ظلماء وترتكب جريمة واشتقابل الله وتقول له أنا كنت رأت في الظلام ما شافني أبويا ولا شافتني أمي ولا شافني فلان إن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تكفي هذه الآية بكل تأكيد أبو محمد نبي نسمع منك شعر في الحكمة يا أبو محمد من قصائدك والله ما حد يعرف الشعر نسيت أنا شعر
لأن العاطفة اللي كانت موجودة معي في الشباب والموهبة اللي أعطانا الأصوات خلص لها عمر. كل شيء في حياتك له وقت معين ويتوقف. أنا الآن لو أتمنى لو أبغى أقول بيت شعر ما أقدر. أجمل مراحل عمرك أو لحظات عمرك؟ يوم تزوجت. ليش؟ لأني تزوجت وأنا متجه للزوجة. أولاً فكانت زوجتي نحمد الله يغفر له ويسكنها جنة النعيم من بيت صالح وهي صالح وهي عندي أغلى ما أعرف في حياتي وفي آخرتي إن شاء الله، وأدعو لها حية وميتة. الله يرحمها ويطول بعمرك. نعم. أبو محمد، إيش تحب تقول في نهاية حوارنا؟ شيء تحب تقوله ما سألتك عنه، نصيحة اللي تحب تقوله في خاطرك؟ أدعي لكم بالتوفيق والنجاح. آمين. وإن الله يصلح لكم ذريتكم. آمين. ويصلح دواخلكم قبلكم. آمين يا رب. أسأل الله العلي القدير في هذا الساعة المبارك إن الله يرعاكم بعين رعايته ويخليك لنا أبو محمد ويطيل في عمرك ويحفظك. صح. تطلب دنيا؟ أنا الدنيا رقا. شوف أنا عارف ناس تجار كانوا عندنا يلعبون بالفلوس لعب، وبعدين لا هي حسنة. وأحب أن الإنسان إذا عمل عمل صالح يخليه لوجه الله، وأن لا يتبعه من ولا أبا. هذا اللي جزاك الله خير. أحب لكل إنسان. أنا أعتذر إذا أتعبتك اليوم أو أرهقتك. لا 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 أو أكثرت عليك. لا والله أسعدتني، لأنك نبشت أمور أريد أنا أقولها. ما أقولها للثناء. سلامتك. أو للمديح. لكن لعلكم تدعو لي بالمغفرة بس. الله يطول بعمرك ويحفظك لنا. العم القدير أحمد بن إبراهيم طاعن، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وتوثيق هذه التجربة الثرية. الله يعني تجاوزت 100 عام. الله يطيب عمرك على طاعة. عملنا وعملكم خالص الوجه الكريم بإذن الله، وإذا توفانا أن يتقبلنا وهو راض علينا. الله يطول في عمرك إن شاء الله على كل خير يا رب. شكرا جزيلا لك أبو محمد. الشكر أن توافقوني تعشون معي الليلة. الله يطول عمرك. نكرمكم ونقوم بواجبكم. الله يغنيك ويكثر خيرك. وإذا شفناكم عيشة قلنا كل واحد يدفع 4 ريال. أقول عشو وتوكل. الله يطول عمرك. إحنا مرتبطين عندنا ارتباط ثاني إذا تسمح لنا. الله يسلمك. أي والله. موفقين إن شاء الله. آمين يا رب. وأدعو لكم التوفيق وصلاح النية وصلاح العمل إن شاء الله. وإحنا ندعي لك بطولة العمر والصحة. والله شوف يا أخي. ويحفظك لأسرتك ولنا، لأنه تجربة. إنك ميت وإنهم ميتون، مصيرنا إلى مقابلة الكريم الأكرم. نتمنى أن نقابل الله وهو راض علينا بس، ما غيرها. إيش الدنيا بتشيلها معك؟ تجيب التريلا ولا القلاب وتحملها وتروحها معك؟ ولا العمل الصالح ويكون الله راضا عليه، ونسأل الله أن يرضى علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. آمين يا رب. وسعدت بهذا اللقاء، واعذروني إذا كثرت عليكم الكلام. بالعكس، كلام إحنا يعني نستفيد منه ونتعلم من هذه التجربة. الله يجزاكم خير ويوفقكم ويسدد خطاكم إن شاء الله، ويجعل عملكم خالص لوجه الكريم. آمين. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم. أهلا وسهلا.